ولكم فريق لوحده. توقعاتك لمباراة اليوم ورأيك بفريق بردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا توقعات كرة قدم ما في. فريق بردة نشيط ومكافح، وفريقنا بآخر كم مباراة الحمد لله متوفق وجايب نتائج كويسة، إن شاء الله الله يوفقنا. مازن قرابي مدافع فريق بردة، رأيك بفريق الوحدة وتوقعاتك لنتيجة مباراة اليوم؟ والله المباراة بتكون طرف النادي الوحدة، طبعا حتكون مباراة قوية لأنه فيها مباراة كرة قدم. إن شاء الله نقدم مباراة نحن وياهم ترضينا كلاعيبة يعني كرة قدم، ترضي الجمهور الكبير يعني جاي يتفرج على كرة قدم. في ملعب الجلاء بدمشق وبحضور جمهور كبير، زاد الوحدة بلباسه التقليدي البرتقالي من هموم جاره بردة وغلبه بهدفين للا شيء. الشوط الأول تكافأ فيه الأداء وتبادل الفريقان الهجمات بإيقاع سريع بالاعتماد على المناولات الطويلة عن طريق الأجنحة والدخول من العمق، ولجأ للتسديد البعيد دون تركيز. في بدايته سدد عمر أحمد كرة للوحدة جوارة القائم، وحول المحمدجي برأسه كرة لؤي الطالب بجانب القائم، ويتلقى سعيد المصري مهاجم بردة كرة الشريف ويواجه المرمى، لم يستفد من هذه الكرة ومرت مباشرة الشريف فوق عارضة الوحدة بقليل. ويسدد زكريا علوش للوحدة كرة ردتها عارضة بردة، تابعها محمود المحمدجي برأسه مسحت العارضة، وتسديدة للمحمدجي عزبت حارس بردة. وأيضا لبردة سدد حسان العلي كرة بعيدة التقطها سامي جمعة حارس الوحدة، ولم يستفد سعيد المصري من كرة الشريف في الدقيقة الأخيرة، ومن دون أهداف انتهى الشوط الأول. في الشوط الثاني أتيحت لبردة فرصة لم يستفد منها ماهر بستلي وهو في مواجهة المرمى، ونجح الوحدة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من ضربة زاوية نفذها صفوان حبايب أكملها برأسه هشام حطيني في المرمى، الهدف بالإعادة البطيئة. وفرح جمهور الوحدة على المدرجات بالهدف، وتابع الوحدة الذي تفوق بالخبرة واللياقة هجومه، وأضاف له محمود أحمدجي هدفا ثانيا للذكرى عندما استقبل كرة عمر أحمد على الماشي ودبل كيك رشقها في المرمى. الهدف الثاني بالإعادة البطيئة. حاول بردة مجاراة الوحدة بالرجولة، وهذه تسديدة بعيدة ابتعدت عن الأخشاب، وصوب المحملجي ثلاث كرات باتجاه مرمى بردة، فأبعد الأولى مهند عامر مدافع بردة على خط المرمى، والثانية ارتدت من جسم الحارس والمدافع، فيما التقط الثالثة عمار جندي حارس بردة. وسدد لبردة ماهر أسعد كرة على مشارف جزاء الوحدة احتضنها سامي جمعة، وتدخل حارس بردة مرة أخرى بتحويل كرة عمر أحمد وحولها إلى ركنية، وطار لكرة المحملجي والتقطها. وهذه هجمة للوحدة ابتعدت الكرة عن الأخشاب، أيضا لبردة كرة بجوار القائم. وفي الدقائق الأخيرة توغل المحمدجي في جزاء بردة وحاور أكثر من لاعب، لكن الكرة بمدرد